Rania Lebsi, matrice à l'INEPS, promotion 2011, prof de sport, une actrice et animatrice. عرفتوني في مكتوب واحد أو الإكسبرينس عندي في التمثيل ومكتوب اثنين ومكتوب ثلاثة في دور يسر يسر عرفتوها ملي كانت اتيديونت صغيرة وبعد في مكتوب اثنين معناتها وليت خرجت البرة كملت قريتها البرة ورجعت في مكتوب اثنين عشت تعيش في une histoire d'amour في تونس سميوها impossible عند عباد معينين بعد الهستوار هذايا نجحت وفات بمارياج مع يسر مهدي كوبل يسر مهدي معناتها مكتوب ثلاثة شفنا يسر في معناتها في دور مرأة ماتور أكثر معرسة عندها بيبي عندها شوية مشاكل برشا مشاكل مش شوية كاو إن شاء الله يكون عجبكم الغول متاعي وإن شاء الله يكون عجبكم مكتوب نخمو باش يكملوا مكتوب أربعة الكونتينيتي نتاع مكتوب ثلاثة مازال حتى شيء ما هو سيغ توا معناتها إن شاء الله باش يكون في 30 حلقة مش 15 إبيزود كما اللي تعدى إن شاء الله يلقى نجاح كما لقاه في البارتي الأولى والثانية والثالثة العباد طلبته هاوك علاش كملنا الأجزاء فهمت ديجا التوانسة معروفين اللي هما يقلقوا مقلقيين أما مكتوب كملناه ما كانش في البروغرام باش يكملوا لي بارتي أما كملوا سامي على خاطر العباد طلبته الدورة ذي حلي برشا بيبان خاصة في دومين سينما خدمت في أفلام مع مخرجين كبار أول فيلم خدمته كان مع نوفل صاحب الطابع في فيلم اسمه لالي نوار الغول متاعي كانت هي طفلة اسمها جازية طفلة هذية مسكونة بروح طفلة صغيرة فيكسيون أول مرة معناتها تخدم في تونس ان فيلم دوغور فيكسيون مازال ما خرجش تاع نوفل صاحب الطابع عنده مشاكل نتاع دعم وفلوس كما كل فيلم ان شاء الله يخرج ان شاء الله يعجبكم الغول نتاعي الغول برينسيبال معناتها البرومي غول في الفيلم هذا هو غازي زغبان وانا معناتها مع فما الفيلم الثاني مع جيلاني سعدي فيلم يحكي على الثورة وعلى أحداث الثورة اللي صارت في القصرين فيلم اسمه كاتخسيس بالعربي التطهير الرول متاعي هي قناصة اللي نحكيه على أول شهداء هما تسعة أول شهداء اللي توفاوا في القصرين معناتها هو دوكيومنتير فيكسيون خدم معايا محمد قريع في الفيلم هذايا ان لون ميتراج مزيان ان شاء الله يعجبكم زاده مازال ما خرجش عنده زاده مشاكل نتاع دعم نتاع فلوس وكل شيء مازال في البوست برود وفي المونتاج خدمت فيلم زاده مع نوري بوزيد ماهوش في البرومي رول كيما الافلام الاخرى مع رول سكوندير حلو عجبتني الاكسبيريونس خاطر وحبيت نشارك فيه ما قلقنيش معناتها الدور صغير على خاطر ما عندوش نخدم مع مخرج كبير كيما نوري بوزيد حبيت نخدم معه في الفيلم هذايا عجبتني الاكسبيريونس خدمت مع سهير بن عمارة عملت بيرفورمانس قوية برشا في الفيلم هذايا ان شاء الله زاد يعجبكم يحكي على الثورة وعلى شنو صار في تونس بعد الثورة مازال ما خرجش كالعادة نفس عنده مشاكل بتاع دعم وكل شيء خدمت زادة في أفلام إترانجير هذوكم بلاك جولد وماريا ومازلت كي كملت تورناج فيلم طلياني ألادان اللي فيلم هذوما اللي قاعدين يخدموا مع لا كروند برودكسيون كارتاغو مع طارق بن عمار معناتها ما نخدموش فيهم دي كرون رول ما نعملوا بارتيسيباسيون نتعاملوا مع مخرجين كبار معناتها إترانجير معناتها إكسبيريونس حلوة برشا خدمنا مع طلين ومع انجليز و اكسبيرونس باهية خاصة مع جون جاكانو في فيلم ذهب الأسود بالعربي
شنو اخر اي باش نحكي لكم على الاكسبيريونس نتاعي اون طون كانيماتريس عندي ماتينال نتاع تونسنا شين جديده نتاع عبد الحميد بن عبد الله تونسنا تي في ماتينال تتعدى 7 نتاع الصباح مع 3 ومعناتها الغديف نتاعها مع 3 وال11 نتاع الليل اسمها كافيين émission variée, fait beaucoup de rubriques culture, économie, architecture. J'ai beaucoup des stars, un acteur, voilà, un chanteur, voilà, un musicien, voilà, une vedette sportive, Talbine Al-Abed. L'émission avait un échec très l'Abed touche qu'on fait, hâte sur Facebook. معناتها قاعدين يشكروا فيها وقاسين عليها في رمضان خاطر ما نعملوش ماتينال في رمضان باش نرجعوا معناتها التصوير يرجع بعد رمضان بعد العيد ميرسي اللي استدعيتوني باش نعملوا الانترفيو هذايا بون شونس بور لا سويت وان شاء الله ربي معاكم مع اللي يسمعوا فيكم.